الدورة 13 من معرض أوتوميكانيكا دبي. طبعا هاي السنة عنا زيادة واضحة بعدد المشاركين، عنا 1989 عارض. هاي السنة في عنا الطابع الدولي بيطغى، عنا مشاركة من 22 جناح دولي، أكبرهم ألمانيا، إيطاليا، كوريا، بالإضافة لجناح دولي من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. عنا ازدياد كبير بالمشاركة المحلية هاي السنة، عنا 245 مشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم طبعا احنا مشاركين بقطاع الزيوت، وقطاع الزيوت يعتبر احد الانشطة المهمة جدا لشركة إينوك، وحقيقة احنا عندنا اكبر مصنع للزيوت والشحوم في منطقة الشرق الاوسط بتقريبا حجم انتاج 300,000 طن سنويا. الحمد لله المنتج الاماراتي صار منتج يعني يصنف بان مستوى عالي الجودة، وهذه الحمد لله رب العالمين الأشياء اللي مكنتنا من دخول كثير من الأسواق. وجود منتجات مصنعة في دولة الإمارات هذا شيء صراحة يشرف، مع الحرص أن هذه المصانع أو هذه الشركات الموجودة تتفق أنها تحرص على الجودة. أي شيء، أي منتوج يطلع من دولة الإمارات لازم يتصف بالجودة العالية حتى يواكب السمعة الكبيرة اللي بناها قادتنا لهذه الدولة. مشاركتنا في الأوتوميكانيكا بتهمنا جدا، لأنه يعتبر هذا المعرض معرض عالمي، والشركات اللي بتدخل فيه شركات عالمية. فبما أنه أي سي ديلكو واحدة من هذه الشركات والشركات العريقة اللي إلها تاريخ في خدمات ما بعد البيع للسيارات في قطع الغيار، فبهمنا كتير أنه ندخل في هيك معارض. إحنا عندنا أكثر من 100 سنة من خبرة في هالمجال هذا، وتشمل طبعا جميع السيارات. قطع غيارنا مش بس لسيارات أمريكانية أو لجنرال موتورز، تعتبر كمان قطع الغيار لعنا لشركات لجميع أنواع السيارات اللي ماشية في الطريق. سنة موجودين مع شرطة دبي كمان لنواجه تعاون كارتشر مع الحكومات والهيئات الحكومية بدبي وبالخليج. شرطة دبي اختارتنا لنكون موجودين معهم نحن لسبب واحد، هو الحفاظ على القيم. نحن اليوم كشركة ألمانية بهمنا نحافظ على قيم كتير، أول شيء قيم السلامة.